أعرف رجل فقير جدا أصيب بآفة في قلبه، والعملية تكلف مئات الألوف ولا يملك منها قرشا واحدا. زرته في البيت، الكآبة مهيمنة، الأولاد وضع حزين، البيت في غمامة سوداء. هو الرجل الأب الزوج ما في شيء، إنسان محسن، أمر طبيب أن تجرى له العملية على حسابه. والله زرته بعد نجاح العملية، الأطفال يكادون يرقصون من فرحهم. هذا الذي يدخل الفرح على قلوب الخلق بإحسانه إليهم، بتخفيف آلامهم، بحمل همومهم، له عند الله مقام كبير. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، ولأن الله شكور تكون أنت أسعدهم.